نيجي للسورسز اوف بيولوجيكال فاليو اوف بروتين. سورسز البيولوجيكال فاليو اوف بروتين يعني ايه؟ يعني المصادر والقيمة الحيوية او القيمة البيولوجية للبروتين. الاول نعرف البيولوجيكال فاليو اوف بروتين ده معناها ايه؟ ممكن تجيلي في الامتحان. ده معناها القدرة to satisfy لإشباع requirements of the animal for protein. يعني قدرة البروتين البيولوجيكال فاليو اوف بروتين ده معناها القدرة على إشباع الاحتياجات سواء بقى كان الإنسان أو الحيوان يعني للبروتين. biological value أو بروتين ده بتعتمد على حاجتين ودي ممكن تجيلي برضو في الامتحان حاجتين. يا إما digestibility الحاجة التانية essential amino acids. قلنا essential amino acids دي الأحماض الأمينية المهمة اللي ما بيقدرش الجسم يخلقها وبالتالي لازم أديها له في الوجبة. فكل ما يكون البروتين ده غني بكل essential amino acids ده معناه إن biological value بتاعته عالية. يبقى 2P of high biological value the protein must be easily digested. أول حاجة أن يكون البروتين سهل الهضم. فعشي أقول على بروتين في صعوبة في عملية هضمه يعني الجسم مش هيستفيد منه لأنه مش هيكسر أنه هو high biological value. صح؟ تمام. طيب يبقى الـ high biological value هيبقى البروتين ده لما أتكلم عنه هقول والله أنه هو easily digested سهل الهضم. الحاجة التانية contain all the essential amino acids في كل الأحماض الأمينية بقدر كافي. في الحالة دي بقول عليه بروتين of high biological value. خلينا نشوف sources of protein. عندي animal protein, plant protein وبروتين turnover. عندي animal protein الanimal proteins ده السورس بتاعه المصدر الحيواني ودول على فكرة of high biological value of high biological value. الانيمال بروتين تمام زي الميت بولتري فيش مواصفات بتاعته انه هاي بيولوجيكال فاليو لانه هو كونتين اول اسينشال امينو اسيدز ان اديكويت اماونت. ليه الانيمال بروتين هاي بيولوجيكال فاليو؟ بنقول لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية المهمة بكميات كافية. plant protein أقل شوية عشان كده بنسميه lower biological value than animal مقارنة بالأنيمال بروتين. موجود فين؟ موجود في الليجومز السيريالز في الحبوب طبعا بقوليات ده الأساسي بعد الحبوب في المكسرات عندنا. A variety of proteins of low biological value may give a mixture of high biological value. The deficiency in one protein being corrected by the other. يعني إيه الجزئية دي؟ يعني إنه لما أجي ناكل plant protein عشان أخد كل الاسينشال أمينو أسيد اللي موجودة أو اللي أنا محتاجها يبقى لازم أعمل خليط. عارفين كشري؟ حاجة شبه كده. نحب نعمل مثلا فول مدمس نقوم نضيف عليه الفول والعدس أو فول وقمح. ايه الحكمة؟ الحكمة ان انا واحد فيهم بيعوض النقص اللي في التاني من الاحماض الامينية المهمة. protein turnover all protein are in a dynamic state being constantly degraded into the constituent طبعا amino acids and resynthesized. يعني ايه البروتين بناخده؟ طبعا احنا بناكل بروتين حيواني أحماض أمينية لكن الجسم لازم بيعيد بناءها مرة تانية أو ترتيبها مرة تانية كل يوم يوماً turn over من 1-2% of their total body protein principally muscle protein وده بيتغير of the liberated amino acid 75% approximately are visualized. تمام؟ يعني الجسم بياخد الأحماض الأمينية اللي هي بتيجي نتيجة الديجيشن للبروتين ويبدأ بقى يعيد تشكيلها مرة تانية. Since exists free amino acids are not stored الأحماض الأمينية الحرة ده ما بتتخزنش في الجسم ولذلك احنا نيجي نلاقي مع ان البروتين مصدر هام للطاقة لكن هو قيمته في السعرات الحرارية الكلية قد ايه يعني 10-15%
وأقل كمان بنقلل those not immediately incorporated into new protein are rapidly degraded, بتتكسر بسرعة. We need to eat protein to compensate for the catabolized amino acid. تمام؟ عشان كده احنا مهم جدا في الوجبات انه لازم يكون عندي مصدر بروتين عشان اعوض الاحماض الامينية اللي بتكسر. Digestion and absorption of dietary protein. تعالوا نشوف الجزئية دي. عملية الهضم والابسوربشن للبروتين اللي موجود في الوجبة. اول حاجة في الاستومك. في الاستومك هلاقي عندي جاستريك HCL. ده بيعمل لي ايه؟ produces unfolding of the protein, بيفك البروتين. البيبسين بيبدا يكسرها للارج بوليبيبتايد، يبقى ده اللي بيحصل في الاستومك. يبقى البروتين في الاستومك ال HCL يفك الفولدنج دي، وبعدين يجي البيبسين يبدا يكسر البروتين للارج بوليبيبتايد. طب في السمول انتستاين، السمول انتستاين تريبسين سبليت بيبدا يفكك اللارج بوليبيبتايد لسمول بوليبيبتايد. يبقى في المعده انتوا عارفين، لو تخيلنا كده ان